إذن صلاح حسم الأمر، تم يعني إخلاء مخيم الاعتصام هنا بالحرم الجامعي. هذه بقايا الخيم التي تشاهدها خلفي، وسألت أحد مسؤولي الشرطة الذين قاموا بالتدخل، قال نحن فقط نفذنا أوامر لوس أنجلوس، يعني العمدة لوس أنجلوس والجامعة الذين طالبوا بتحرير هذا المكان بعد أن تم الاعتصام فيه من الطلبة المؤيدين لفلسطين. قلت له أزحتم الخيم، لكن الجهة الأخرى التي فيها العلم الإسرائيلي والتي كان يتظاهر فيها الطرف الإسرائيلي لم تزل بعد. فقال نحن تلقينا الأمر والطلب ب يعني إزالة وتحرير هذا المكان، وإذا ما طلب منا مكان آخر سنقوم بفعل ذلك. وبالتالي المسألة كانت موجهة تجاه هؤلاء الطلبة هنا في الذين يؤيدون القضية الفلسطينية والذين كانوا يقطنون هنا. والمسألة بحسب الشرطة أنه بعد ما تم التعليل به أن الإقامة هنا الاعتصام هو هناك بدأ التأثير على الجامعة. لو كان مثلا يتم الاحتجاج والمظاهرة والمغادرة والمبيت في خارج الجامعة والعودة كذلك للتظاهر لكان الأمر مختلف. النقطة الثانية التي كشف لي فيها مسؤول شرطة لوس أنجلوس هنا، قال أنه يعني أحداث الشغب التي تمت يوم فجر أمس هي التي كانت سبباً في التحرك السريع تخوفاً من أن يصاب أي كان بأذى، وحينها تتحمل كل الجهات لا سواء الجامعة ولا الجهات المعنية بالمسؤوليات بسبب عدم تدخلها في الوقت المناسب. نعم. طيب محمد، ماذا عن الاعتقالات؟ الاعتقالات شاهدنا عدد كبير معظمهم من النساء، لكن هناك طرف مثلا في البداية لم يغادر، وطرف ثاني تم اعتقاله في البداية لأنه لم يساهم في إعادة أو مساعدة على فتح الحجز، والطرف الثاني كانت أمامه يعني كان تم تحرير المكان ولكنهم لم يريدوا أن يغادروا وآنذاك تم اعتقالهم. وبالتالي لم نرى اعتقالات تعسفية عشوائية، كانت الشرطة تحاول قدر المستطاع تجنب الاعتقال، لكن كذلك كان جزء من الطلبة مصمم على الاعتقال. وهنا ممكن أن الطلبة يعرفون أن الحجة القانونية مثلا ضعيفة أمام القضاء، وحينها يعني يمكن أن يعني يحصلون على براءتهم، أو أنهم مصممون على مبدئهم وأيا كان السجن. نعم. الأمر لا يعنيهم. طيب. طالما أنهم محمد بما أنك بداخل الحرم. نعم. الآن هل هنالك مخططات لاستئناف هذا الاعتصام من قبل الطلبة؟ سألت مسؤول الشرطة، قلت له ماذا إذا عادوا؟ قال لي إذا تواصلت معنا الجهات المعنية وطلبت منا يعني إخراجهم سنخرجهم، إذا لم تتواصل معنا هذا شيء يعنيهم ويعني الجامعة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا لك محمد الفنيش مراسل الغد، كنت معنا من جامعة كاليفورنيا، شكرا.